بص هو ده شبه المنحنى، لو انت بس تعملي حاجة مفيدة في حياتك. ادي المتوازي، لا سوري شبه المنحرف، تعالي نرسم كده شبه المنحرف. ايه ده شبه المنحرف كده وكده. الكاميرات اوكي. وبعد كده عمل خط، ازاي عمل خط كده انا بالنص قافله الكاميرا بس عشان بابا يطلع حضرتك الدرس كده. وعمل وعمل كده. صوت زي كده. ده كده حصل صح، ده كده الرسم تمام. انا حليت انت حليتها أربعة حليت 4. تمام بقى. ادي كده واحد، ادي ايه كده دي؟ اتنين، انا ما كنتش عارف ده كان موجود، اللي هو اول واحد. ثواني بس كده اتنين، انت كده عديت اتنين. ادي تلاتة، ادي أربعة، وادي نزلوا خمسة. الكبير خالص خمسة. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. حصل لمس بس يبقى كده العدد خمسة. أول واحد ما طب كنتش حضرتك عارفه. الدرس نعم وصل لحضرتك الدرس؟ ثواني. لا لسه، انت بعتيه فين؟ طيب قوليلي. طيب اوكي لحظة. طيب معلش مش لحظة واحدة. تقريبا بعته على حسابي. ايه تمام، اوكي طلعوا كام حضرتك يا عمرو؟ الدرس. خمسة. طلعوا خمسة. اوكي ده أول سؤال. تاني سؤال تمام يا مس، انا بعته لحضرتك دلوقتي. جه يعني السؤال تمام المهم. مهندس. تمام اوكي. تاني سؤال، لا مش عندك انت، الناس، في بعض الناس منكم سايبة آخر سؤال في التقييم، اللي هو كان آخر سؤال في التقييم، اللي هو ثواني هجيبه لكم. بس انا مش سايباه، انا بس بقول لحضرتك ان انا انا صورته مش على بتكلم التقييم. على حد معين، والله والله مش بقى. ليه بتاخدوا الكلام اللي انا بتكلم؟ انا مش بتكلم على حد معين، انا بتكلم في العموم. يعني انت ممكن ما ايوه انا تكونيش سايباه، انت ممكن ما تكونيش مش سايباه، بس بقول هو ما تبعتش لحضرتك، فانا مش بتكلمش. انا ايوه بتكلم نعم بس انا على موجود. كلام نت. لا 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 اتورك، ما فيش مشكله خالص. اوكي ده كده اول بوينت. تاني بوينت، في ناس سايبه الجزء ده، في ناس سايبه الجزء اللي تحت ده. اوكي في ناس سايبه الجزء اللي تحت ده كله كده ما عملتوش. اوكي والآنسة سلمى، تصوير الهومورك بتاعك يعني، انا يعني مش عارف، مش واضح خالص 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 خالص، مش واضح. طيب مس، أنا بعت لحضرتك الدرس الجديد، واضح عندك؟ اوكي تمام. لا هو ثواني، انا عايزه الوحده التانية، انت بعته الوحده الرابعه، انا عايزه التانية. الوحدة التانية أو تمام يا مس. اوكي تمام. هو مين مش موجود في الوحدة السوشيال التانية ميديا؟ كلها ولا أول درس بس يا مس؟ لا 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 اول درس بس، انا هشرح الوحده كلها، نشرح بس اول درس. هو سلمى خرجت وملك ما دخلتش تقريبا. يا مس جنى محمد مش موجودة. ليه جنى موجوده تحت؟ ايه بجد؟ والله صح. ريف ماستك. اوكي جنى. يا جنى انت فتحتي المايك وبتتكلمي معانا. اوكي تمام. بيقول لك خزان المياه على شكل متوازي مستطيلات، مفيش انا بسأل عليكي بس. خزان المياه على شكل متوازي مستطيلات ارتفاعه 1.2 متر، بيت القاعدة. يا جنى احنا بنحل احنا بنحل مع بعض في السيشن من الاضواء، وبديكي هوم ورك انت وعمرو من السلاح، مفيش مشكلة. اوكي تمام. فالسؤال ده بيقول لحضرتك ان انا عندي خزان مياه. مريم، مين مريم؟ هتلاقي اخت حد من شباب. اوكي خزان المياه على شكل متوازي مستطيلات ارتفاع 1.2 متر ومحيط قاعدته 10 متر. حضرتك فإذا كده كانت سامعاني؟ تمام سامعاكي ملك صح؟ ايوه انا مالك. كده سلمى هي اللي لسه ما دخلتش. انا بعت لحضرتك يا مس الدرس، وصل لعند حضرتك؟ تمام يا رينيت، شكرا.
مين مريم دي؟ يقول لك ارتفاع ملك اخت ملك ومحيط قاعدته 10 متر، فاذا كانت النسبه بين بعدي القاعده 2 الى 3 فهتبقى هنا 2 الى 3، دي النسبه بين بعدي القاعده. المفروض ان المجموع بتاعهم يديك 5، والمفروض كمان ان الطول زائد العرض يديك نص المحيط. بعدي القاعده قصده بيهم الطول والعرض، المفروض ان الطول والعرض الاثنين مع بعض يدوا حضرتك نص المحيط، فنص المحيط اللي هو 5. 5 على 5 فيها الواحد، 5 على 5 فيها الكام؟ فيها الواحد. هنجيب البعد الاول الاثنين في واحد ب 2 سنتي، والبعد الثاني 3 سنتي. عايز يحسب الحجم بتاع الخزان، الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع، يعني 1.2 في 2 في 3. لما نضرب 1.2 ثواني، هي سلمى فين؟ دخلت خرجت معاك كل ستيشن، دخلت معاك كل ستيشن اللي قبل دي ولا ما دخلتش؟ أيوة يا مس دخلت اوكي، هتبقى 7.2 متر، 7.2 متر مكعب، ده كده الحجم. ساعة تمام. الخزان باللتر، كل اللي عايزك تعمله انه عايزك تحول من متر أول مكعب للتر، بتضرب في 1000 يبقى 7200 بس. والناس اللي بعت الواجب من غير خطوات، اتمنى المرة الجاية تبعت خطوات. يا مس، ماشي، انا كنت لسه صاحي، انا صورت الواجب اول ما صحيت الصبح، فكنت لسه صاحي، كنت نايمه، ما كنت صحيت تقريبا، مع ان انا حل الخطوات يعني. ماشي، حصل خير. صفيحة على شكل مكعب، طول حرفه الداخلي 80 سنتيمتر مكعب مملوء بالزيت. يبقى أول حاجة أحسب الحجم بتاعه، الحجم هيساوي كام؟ الحجم بتاع المكعب هيساوي 80 في 80 80 80، ما نضرب 80 في 80 في 80 ثواني، هتديك 15512 ألف ثواني. ألف خد بالك ان ال 512000 دول سنتيمتر مكعب. هو بيقول لك عايز يملأها او عايز يحولها او عايز يعبيها في زجاجات تانية، الزجاجات دي معمولة باللتر، فأول حاجة المفروض تحول للتر. المفروض تحول لإيه؟ للتر. لتر هنحول للتر. أوكي، بنحول للتر إزاي؟ وثمانية من واتناشر السنتيمتر المكعب للتر، 512000 هتقسم على 1000. على واحد لما تقسم على 1000 هيديك خمسمية 512 لتر. واتناشر أمال كام يا خمسمية واتناشر 512 زجاجة، لأن هو أصلا بتاع ايوه ده الزجاجة. بعد ثواني، بس ثواني ثواني، انا دلوقتي لسه بحول، فطلعت بعد التحويل 512000. لما جيت حولت من ال 512000 على 1000 طلع التحويل. اوكي، لما جيت قسمت على 1000 طلعت 512، لما جيت قسمت على 1000 طلعت كام؟ 512. المفروض بقى دلوقتي ال 512 دول لتر دول هيتعبوا ساعة الزجاجة، ثواني، ساعة الزجاجة الواحدة بتساوي لتر، فأنا هقسم ال 512 على 1 يبقى عدد الزجاجات 512 زجاجة. الخطوة دي صعبة. أوكي تمام، نبدأ بقى الدرس الجديد. السلام عليكم. عليكم السلام. إيه سلم؟ ده حاجة كنت رايحة مشوار، إيه يا حبيبتي؟ طول حضرتك عايش تخاف من انك تروح مشوار. تمام، اوكي، حصل خير. حضرتك يا مس قرأت، قلت لحضرتك الدرس الجديد ولا لسه لا تبدأي؟ لسه هقول الدرس الجديد، بس كنت بقول لك ان تصوير الهوم ورك بتاعك مش واضح، لا ممكن تصوريه اوضح بس شويه. تمام. تمام، اوكي، هناخد حاجه النهارده اسمها التناسب، فمحتاج اعرف يعني ايه تناسب. التناسب هو نسبتين أو أكتر بيساووا بعض، نسبتين أو أكتر بيساووا بعض. يعني إيه يا مس نسبتين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أوكي، يعني مثلا هقول لك 2 على 3 بتساوي 4 على 6 بتساوي 8 على 12، فده معنى ان الاثنين على ثلاثة بتساوي 4 على 6
بتساوي 8 على 12، ثواني هنا نكتب 6، بتساوي 8 على 12. فده معنى التناسب، ان في نسبتين او اكتر، نسبتين او اكتر دول بيساووا بعض، في نسبتين او اكتر والنسبتين او اكتر دول ما بينهم علامة تساوي. لما يكون نسبتين او اكتر ما بينهم علامة تساوي فدي بيكون اسمها تناسب، ده بيكون اسمه ايه؟ تناسب. فاول تعريف انا محتاجة اعرفه تعريف التناسب. يعني ايه تناسب؟ هو تساوي نسبتين او اكتر. يعني انا عندي نسبتين او اكتر من نسبتين كلهم بيساووا بعض، يعني الاثنين على ثلاثة دي نسبة، بتساوي الاربعة على ستة، بتساوي الثمانية على 12. طيب يا مس، طب ازاي بجيب النسبتين او اكتر دول واعملهم بيساووا بعض؟ بيكون عن طريق الضرب او عن طريق القسم. بمعنى انت لو خدت بالك الاثنين بقيت اربعة، الاثنين عشان تبقى اربعة عمل لها ضرب في ضرب في اثنين، هتروح على المقام وتضربه هو كمان في اثنين، الاثنين في الثلاثة في اثنين بست، جرب الخطوة اللي بعدها، الأربعة بقت 8 ضرب في 2. طب بص على الستة كده، الستة بقت 12 هي كمان ضربها في 2. طب لو عايز أجيب نسبة كمان بتساوي، هروح ضارب البسط في 2، واخد بالي إن العدد اللي ضربت فيه البسط لازم أضرب فيه المقام. 12 في 2 بالظبط، تبقى ب 16، تمام، تبقى 16 على 24. التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر. تاني، التناسب هو تساوي نسبتين أو أكتر. أيوة في الوحدة، لا مش الرابعة، الثالثة، إيه التانية؟ أقول كمان مرة، أنا بدي دلوقتي تعريف للتناسب. يعني إيه تناسب؟ التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر، يعني في نسبتين أو أكثر، والنسبتين أو الأكثر دول هما بيساووا بعض. طيب يا مس، إزاي بجيب نسبتين أو أكثر بيساووا بعض؟ عن طريق الضرب أو القسمة. القسمة إزاي؟ لو مثلا عندك 24 على 16، بقت 12 على 8، فكده هو ضرب ولا قسم؟ قسم يا مس. فكده قسم. بعد كده المره لو ضرب هتلاقي الاعداد بتكبر، انما لما تلاقي الاعداد بتصغر تعرف ان هو بيقسم مش بيضرب. تاني، لو بيضرب هتلاقي الاعداد بتكبر في النسب بتاعتك، يعني المقام والبسط الاثنين بيكبروا، او المقام والبسط الاثنين بيقلوا، لو الاثنين بيكبروا يبقى هو بيضرب، لو الاثنين بيصغروا يبقى هو بيقسم. أقولها تاني، أقول دي تاني، أقولها تاني. أوكي تمام. التناسب، الناس اللي قافلة كمان تفتحها، يعني مش لازم، مش لازم تتفرع من نفس الحاجة. هو الدرس رقم كام في الوحدة الثانية؟ الأول في الوحدة الثانية. شكرا يا أنسة سلمى بالبنيدة، أنسة ريناد، أنسة ملك، أنسة رقية، أنسة جنى. الكاميرا فين؟ بس دقايق بس هفتح الكاميرا عشان انا عندي حاجه بس هعملها. نشيل البوني، الناس اللي قافله الكاميرا. نعم الناس اللي قافله الكاميرا، مفيش حاجه يا سلمى، خلاص بسرعه بس. انت لسه قاعده عند حرب اكتوبر؟ ماشي. ملك، ملك، رقية، جنى، بلاش شغل الأطفال ده. يا مس لازم، الكاميرا فين؟ يا مس لازم نكون وطنيين مهما حصل. مش ربنا قوي. شكرا يا ملك، والله انتي أنسة ذوق، والله في ناس تانية مش بترد. ماشي، أنا أنسى لكم هذا الموقف. التناسب هو تساوي نسبتين أو أكتر، هو تساوي نسبتين أو أكتر. طب تعالوا كده نكمل موضوع التناسب دوت، نشوف يعني ازاي بنعمل التناسب او ازاي بيجي لك التناسب. بيجي لك جدول، والجدول ده بيكون فيه قيم وبيقول لك كمل الجدول بتاعه، يعني جدول بالشكل دوت. في هنا قيم، يعني مثلا ثواني، يعني هنا في 2 وهنا 4، هنا بقت 6، ميرسي يا رقية، وهنا بقت 5، بقت 7، وثواني بقت هنا 20، وبعد كده بقت 8. بيقول لك مثلا انا بضرب في كام؟ الاثنين بقت 4، ضرب في كام؟ الاثنين تضرب في كام تديك 4؟ 2 يا مس. الاثنين تضرب في 2. طيب تمام، انا معايا السته، لو انت عايز تجي من فوق تنزل لتحت بتضرب. طيب يا مس، لو انا تحت وعايز اطلع لفوق بعمل عكس العمليه فبس.
انت هنا ضربت في 2، يبقى الناحية التانية هنا هتقسم على 2. هل دي صعبة؟ أقول اه كمان مرة، لا أقول كمان مرة. مش عقلي تلخبط شوية. لا هي مش بتلخبط شوية، هي بس عايزاك تركز كده وتسمي الله وتركز. أول حاجة الاتنين بقت 4، فالرقم كبر. لما الرقم يكبر يبقى أنا بضرب. طب دور كده في جدول الضرب، الاتنين تتضرب في كام تديك 4، الاتنين يمس اوكي تتضرب في 2 تدينا 4، يبقى كده الموضوع انتهى، هضرب في 2. طيب الخطوة اللي بعد كده، يبقى كل اللي فوق لو أنا عايز أجيب رقم لتحت هضرب في 2، يعني الخمسة هضربها في 2 تديني كام يا عمرو؟ 5 ضرب في 2 تديني 10. الخمسة هضربها في 2 تديك 10. ها اوكي ريناد عايز نفس الحاجة، أنا عندي هنا 4، عايز أجيب الرقم لتحت هضرب في كام؟ 2 في 7 ب14. الاتنين في 7 ب 14، هضرب هنا في 7، السبعة في 2 تديك 14. هل الخطوة دي صعبة؟ لا انس تمام يا ملك. لو أنا معايا الرقم اللي تحت وعايز أجيب الرقم اللي فوق، هضرب ولا معلش، هو هقسم؟ حضرتك كاتبة تحت الخمسة 10 ولا 15؟ معلش نعم أنا اتلخبطت، عربي والإنجليزي. أوكي قولي يا ملك، أنا معايا أنا المكان بيبقى معايا الرقم اللي فوق وعايز أجيب الرقم اللي تحت، لما يكون معايا الرقم اللي فوق وعايز اجيب الرقم اللي تحت بضرب، ماشي؟ لما يكون معايا الرقم اللي فوق وعايز الرقم اللي تحت بعمل ايه يا ملك؟ بنقسم. اوكي هنقسم، يعني انا معايا هنا 6 وعايز اجيب الرقم اللي فوق، هقسم على كام؟ هنقسم على الاثنين، 6 على 2 فيها 3. اوكي 6 على 2 فيها 3. اوكي يبقى هنا 3. طيب يا ريناد انا معايا عشرين على 2 فيها 10. اوكي 20 على 2 فيها العشر، يبقى هنا 10. اوكي رقية يا جنى بالنسبة ليك انت، هو جنى انت في كل المواد ولا الرياضيات بس؟ جنى كله يمس. طيب تمام كله يا مس. طب انت هتمتحني في كل المواد ولا مش هتمتحني؟ اعتقد مش هتمتحني. طيب انا هسال ميس نرمين على الموضوع دوت، انت هتمتحني او لا؟ لان على الاغلب اعتقد ان انت مش هيكون ليكي امتحان الشهر ده، فالمفروض ان انت هتذاكري الوحده الاولى وتذاكري الوحده الثالثه. المفروض ان انت هتذاكري الوحده الاولى والوحده الثالثه. طب ما سكتوا ايه؟ احنا خدنا كله ايه؟ والله ده اللي احنا خدناه، الوحده الاولى والوحده الثالثه بس. طيب واحنا ماشي. بادئين في الوحدة الثانية. واحنا دلوقتي بادئين في الوحدة الثانية ولسه باقي لنا الوحدة الرابعة. تمام يا مس. تمام اوكي. اوكي تمام. يبقى انا دلوقتي لو عندي الرقم اللي فوق وعايز اجيب الرقم اللي تحت بضرب، لو عندي الرقم اللي تحت وعايز اطلع للرقم اللي فوق ببدأ أقسم. طيب تمام يا مس دي أول نقطة. طب تعالوا ناخد كمان مثال على الجزء ده. بيقول لك هنا ألف، ثواني هجيب بس السؤال. يا مس في سؤال جايب لك كل حاجة مجهولة. ما أنا هجيبه دلوقتي، يجيب لك هنا كل حاجة المجهولة. أوكي تمام. أوكي تعالوا بصوا هنا كده، محتاجين نبص في السؤال دوت. بص انت لما يجي لك سؤال بالشكل ده فالمفروض تدور على خانتين يكونوا موجودين مع بعض، يعني الاتنين اللي فوق مع بعض او الاتنين اللي تحت مع بعض. تمام يعني هتلاقي عندك كله ناقص، يعني هتلاقي الف وستة فانا مش عارف اعمل بيهم حاجة، معايا 10 وباقي برضو مش عارف اعمل بيهم حاجة، معايا جيم وتمانية برضو مش عارف اعمل بيهم حاجة، 7 و14 هو ده اللي انا ممكن يساعدني. السبعة تبقى 14 ازاي يا رقية؟ ازاي السبعة تبقى 14؟ هو انت غيرت اسمك يا عمرو؟ يلا يا رقية هنضرب في كام؟ 2.
نضرب في اتنين، لو انا عايزه اجيب، لو انا معايا اللي فوق وعايزه انزل على اللي تحت هضرب في اتنين. طب انا لو معايا اللي تحت كملي يا رقيه، لو معايا الرقم اللي تحت وعايزه اطلع لفوق هضرب برضو ولا هعمل ايه؟ هقسم على اتنين. هنقسم على اتنين. تمام اوكي. يعني مثلا السته، السته تحت وعايزه تطلع لفوق، يا سلمى السته تحت وعايزه تطلع لفوق هتضربي ولا هتقسمي؟ الستة تطلع لفوق هقسم. هنقسم ستة على الاتنين. ستة على الاتنين فيها التلاتة. تمام اوكي. ستة على اتنين فيها التلاتة. ستة على اتنين فيها التلاتة، يبقى الألف بتلاتة. اوكي يا جنى، أنا معايا عشرة فوق. بس حضرتك مش عارفة ايه اللي حصل اصلا. اهم حاجه بس الريكورد ما يكونش حصل له اي حاجه. لا الريكورد تمام. يلا يا جنى. الريكورد راح عادي. لو انت صورت مره تانية بس اي 10 على 10 على ب فهل 10 على 2 5. بصي يا بصي يا جنى، هو انت جايه من فوق نازله لتحت ولا من تحت لفوق؟ لا فوق لتحت. من فوق لتحت. بصي هتدوري على السهم اللي جاي من فوق نازل لتحت هتلاقيه هو ده صح؟ يبقى 10 على 2. لا ثواني بس، 10 في 2 بالظبط. ال 10 في 2 بكام؟ ب 20 بالظبط. اوكي 20. يلا يا عمرو كمل يا عمرو. ماشي يا مس. استني بس. الثمانية، الثمانية في ثلاثة؟ لا مستنس. شوف انت هتمشي مع اني سهم يا عمرو، سهم القسمه ولا سهم الضرب؟ الضرب. سهم الضرب. يعني انت جاي من تحت عايز تطلع لفوق، يبقى مع سهم مين؟ مع سهم القسمه. بالظبط. يبقى هنقسم هنقسم على الاثنين. هنقسم على الاثنين. 8 على 2. 8 على 2 فيها الأربعة. بالظبط 8 على 2 فيها الأربعة. أوكي رناد عز. نعم يا مس. ها يلا يا رناد. 8 في 2 هتساوي 16. يعني الهاء هتكون كام؟ هتساوي 8 يا مس. اوكي 8 صح. أنسة ريناد. نعم يا مس. الاتنين ونص. 2.5 في 2 بتساوي 5. اوكي الاتنين ونص في 2 بتساوي 5. يبقى هنا هيكون الدال ب 5. الجزء ده صعب؟ لا خالص يا مس. صعب يا جنى؟ صعب يا جنى؟ لا يا مس مش صعب. يا مس صعب عليا. بس هو كل الفكره يا عمرو ان انت تدور على السهم تشوفك مع اي سهم. قصدي ليه اتنين، ليه اتنين ونص خمسه؟ لا في اتنين. هو الاتنين ونص في اتنين ثواني بس، معناها اتنين زائد اتنين، والاتنين زائد اتنين بتساوي خمسه صح كده؟ اتنين زائد اتنين ونص زائد اتنين ونص بتساوي خمسه. نجمش. اوكي يمس. تعالوا ناخد جدول كمان زي ده. اوكي حضرتك اتفضل. ثواني. اوكي تمام. هو هنا بيقول لك طول الضلع عايز العلاقة بين الدور عند مين؟ ملك صح؟ ملك؟ نعم يا مس. اوكي يلا يا ملك. يقول لك الجدول التالي يوضح العلاقة بين طول ضلع المثلث المتساوي الأضلاع ومحيطه. لو أنت عندك مثلث متساوي الأضلاع تجيب المحيط إزاي يا ملك؟ نسمها الأضلاع. هو المثلث عنده كم ضلع؟
لا لا قصدي التلاتة. بالظبط تلاتة بس. يعني انت لو معاكي الضلع وعايزة المحيط هتضربي ولا هتقسمي؟ لو انا عندي المحيط وعايزة الضلع لو انت عندك الضلع وعايزة المحيط هضرب. يبقى هنضرب، يبقى من الضلع للمحيط هنضرب. هتضربي في كام يا ملك؟ في ثلاثة. بالظبط، يبقى هنا هضرب في تلاتة. طب لو معاكي المحيط وعايزة الضلع؟ هنقسم على ثلاثة. بالظبط، يبقى هنا هضرب في تلاتة وهنا هقسم على تلاتة. الخطوة دي صعبة؟ يا مس أنا عندي لا سؤال، ممكن يا مس يكون الرقم اللي بيتضرب مش نفس الرقم اللي بيتقسم؟ لا، ازاي؟ لا يعني لازم يكون نفس الرقم يعني. لازم يكون نفس الرقم لسبب ان انا هطلع يعني مرة هضرب برقم ومرة هنزل برقم، اكيد مش صح؟ تمام. تمام اوكي، يلا اللي بعده. يلا يا سلمى، الدور عند سلمى ولا عند ملك؟ لا طب يلا يا يا ملك حلي، حلي أول واحدة يا ملك. ثواني بس، 6 على 3 فيها الاثنين. ثواني بس، 6 على 3 فيها الاتنين. تمام يلا يا سلمى. 7 في 3 تديني 21. 7 في 3 هيديكي 21. يلا يا روكاي. مش دي رقم 3 صح؟ دي رقم 3. ماشي 6 على 3 ثانية. معلش ثانية واحدة يا ناس. ماشي جيتوا تلاتين على التلاتة فيها الكام؟ 12. تمام ماشي 12. اوكي يبقى هنا جدول 12، يبقى 12. اوكي تمام. الكاميرات يا ربي على شغل الأطفال. والله فتحها هامس. أنا كنت أنا بتكلم مع ليه ليه ليه؟ فتحت أصلا حضرتك أنا عندي فكرة، اللي مش هيفتح الكاميرا مش هيجاوب. ما هما كده هما اللي استفادوا برضو، ما ممكن تقفل الكاميرا وتنام لي كل السيشن. ما هي ما اللي استفادش حاجة. هتخسر في الآخر يعني. مش لا مش هتخسر أي حاجة، هتجي لي السيشن الجاية يا ميس. أنا ما كنتش فاهمة. عشان هي اللي الناس قفلت الكاميرا. أصلا ما بتحبش الشيرينج يعني، ما تحبش إنها تشير كده. ايوه، وانا لو ما قلت، وانا مثلا لو ما شرحتش قلت لا انا شرحت، يبقى انا مش شريره ومش بشرح. هي اللي مستفيده، انا مش مستفيده اي حاجه غير اني، فعشان كده انا بفضل اقول افتحوا الكاميرا افتحوا الكاميرا افتحوا الكاميرا افتحوا الكاميرا افتحوا الكاميرا. بس كنا فتحنا الكاميرا. انا كنت عوني كمس تقوله والله يا اختي بتوع جريد فور بقى الناس زي الفل، بيفضلوا فاتحين الكاميرا اول ما السيشن تبدا لحد ما تخلص. بس يا خلاص مس الموضوع اذا كان احمد نفسه بيقفل الكاميرا. احمد ما بيقفلش الكاميرا عندي خالص والله بيقفل. بيقفل الكاميرا. لا عبد الرحمن ساعات لان النت عنده يعني بيقطع، وعبد الرحمن بيقعد يتخانق مع اخواته ما بعتليش الهوم ورك، وبصي هنفخه في السيشن ما يدخلي. لازم صبرك بالله. اوكي تمام يلا. المفروض دلوقتي ان انا واقفه عند ال 17 على 3. الدور عند مين؟ الدور عند رينات يا مس. لا ثواني، جنى. جنى الدور عند جنى. يلا يا جنى. ايوه ايوه يا عمرو. نعم. هل في حاجه في الآلة الحاسبة ينفع تحل لي المساله؟ ينفع ايه؟ ينفع ايه يا عمرو؟ هل في حاجه في الآلة الحاسبة في الآلة الحاسبة ينفع تحل لي المساله؟ لك المساله بمعنى يعني ايه؟ لك المساله يعني مش فاهمه. لا يعني في خاصية، في خاصية تضغط. لا 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 خلاص 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 خلاص. يلا يا جن، 17 على 3 يا جن، ده طول الضلع. عايز احسب المحيط هعمل ايه؟ يساوي
يعني نضرب في 3. هنضرب في 3. طب يلا، 17 على 3 في 3 بتساوي كام يا بابا؟ بصي، بتساوي 17. 3 بتساوي 17. اوكي يا جنى، ميرسي جدا. يلا يا انس، في حد ما جاوبش في الدور ده يا شباب؟ انا سقطت حد؟ في حد ما جاوبش؟ يلا يا انس. رينات، انت مين؟ رينات عز. يلا، طب يلا يا رينات، اعتقد انت مجاوبه اول واحده. اوكي يلا يا رينات، مفيش مشكله، جاوبي. مش طب انا بعمل ايه هنا؟ انا ما جاوبتش. طب ماشي رينات، وبعدين انت. يلا رينات، يلا يا رينات اتفضلي. 4.2 في 3 تساوي 4.2 في 3 1206. لا سوري، العلامة العشرية. سوري يا مستحسن، تقريبا بيعمل حاجة غلط. هتساوي 12.6. هتساوي 12 وستة الاتنين. اوكي هنا اتنين، هنا ماشي ستة. اوكي 12 وستة من عشرة. اتس اوكي. في حد عنده مشكلة في الجزء ده؟ لا خالص، انسان جدا. تقريبا الرياضة كلها ما فيهاش درس اسهل من كده. ما تطمعيش قوي كده، خلاص الدرس خلص، مفروض بقى ان احنا نروح عند التدريبات. يلا اوكي، يلا يا انسه رينات. بس هو علينا واجب، مثلا علينا واجب. عندك واجب هي السيشن، لو ما تخلص هقول لك الواجب، ما تقلقي. يعني في العادي بيبقى في واجب، وفي العادي بيبقى واجب كتير. انا شيرين، الواجب باختبار سلاح التلميذ. لا، انت عليك واجب باختبار سلاح التلميذ بلاس الواجب الجديد، عشان ما تستنصحش وتبعت لي هوم ورك صفحه واحده. خلاص، انا قلت اختبار سلاح التلميذ. اختبار سلاح التلميذ عندك على الوحده صفحتين، صح؟ ده لو كان اكتر، ده لو ما كانش اكتر من صفحتين. يعني في استاذ عمرو، استاذ عمرو بعت لي صفحه. هناخد خواص التناسب امتى؟ ايه، هتاخد خواص التناسب اما تخلص التناسب، تاخد خواص التناسب. اسال اسئله ذكيه قوي يا عمرو. باقي الاختبار بتاع سلاح التلميذ يتباع، والغلط اللي فيه، ايوه، والغلط اللي فيه يتصحح. تمام اوكي، والواجب الجديد يتبات عشان ما صعدش الموضوع للسلطات العليا. اوكي يعني السلطات العليا دي بس اللي هي الام، صح؟ بالظبط كده. انا مش لو اني خليت الواجب صفحتين حل صفحتين كمان في سلاح التلميذ. ايوه، عشان بعد كده اما اديك واجب كامل تبعته كامل، ما تبعتش الواجب ناقص. انا بس عندي صفحتين بس تدريبات في الدرس. طب حلو، يبقى كده الواجب 3 صفحات بس. ماشي عمرو زعلان. يلا رينات، يلا رينات. 16 على 4 اضرب كام في 4؟ دي 4 في 4 فهتبقى رقم 4. اوكي، يبقى هنيجي عند الضرب هنا، حضرتك هتكتب 4 وعند القسم هتكتب على 4. تمام، بعد كده بقى الأربعة دي اللي هي دي هتتقسم على 4 بقى. الأربعة فوق عايزة تنزل لتحت، فتتقسم 4 على 4، هتبقى فيها الواحد. اوكي، فيها الواحد. اوكي رناد عز. نعم يا مس. كملي الخطوه اللي بعد كده. تمام يا مس. هنرفع الستة فوق، هنضربها في 4. 6 × 4 في 24. اوكي، الستة في 4 ب 24. استاذ رقية، 4 × 10 ب 40. اوكي، 4 × 10 ب 40. اوكي 40، ثانكس. الو مستر عمرو، يلا يا عمرو انت قافل المايك. معلش يا مستر. لا، اني كان لا يهمك. 4 و6
64 على 4 فيه